ماذا افعل؟ حط نفسك مكان ايش تعمل؟ شفت اخواننا اللي يقول له اسامه بيك وفيك وامك وابوك وخالك وعمك، انا ماذا افعل؟ يقول لي اسامه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بسرعه بسرعه اتصل في الشرطه بسرعه، 25 مليون دولار جائزه بس بشرط تعطيني النص. يفرط من الضحك، خلاص فتحت بينك وبينه بابا. يجيك يسلم عليك يقول لك انا اسف بس انت عارف انا فهمكم وفهم اوضاعكم ولا اغضب من هذا ولا شيء. سبحان الله، تصورتك وحشا بعد غزالي يا اخي. اخي انت من اين؟ عندك تليفون؟ عندك كذا؟ هذا يدخل الاسلام، هذا يدخل الاسلام. يلا احكي لنا قصتك. بسم الله. ارفع صوتك تسمع. دخلت لايطاليا في 2007. مشيت معناها انا ما عنديش اوراق. دخلت نخدم في المناطق الفلاحيه. انا نقعد في مكان معناها دار قديمه، فهمت؟ خربه. نسكن فيها معناها مختلطين، اكثريتها مصريين ومغاربه وتوانسه وجزائريين. نخدم انا ومعايا واحد جزائري ملتزم، انا نصلي يوميا. لكن معانا واحد من اريتريا وواحد من غانا. من غانا ذا كريستيان مسيحي، لكن معنا بالمعامله، لكوني انا ديما نلعب معاه وفهمت ونضحك معاه، نمشي نخلصوا القهوه عليه، كي نمشي للشغل ندبر شغل نهزه معايا للشغل. بقينا ممكن حكايه شهر ويرقد بجنبي، هكا نفرش ويرقد بجنبي. جاني يوم قال لي كمال، قال لي انا نحب نولي مستر. الله وحده حتى كلمته انا لا شيء، بس بالمعامله حسنا بالمعاملات. انا عز عليا كاكا لله بسبب الله نلعب معاه. قال لي مش ندخل الاسلام. كي هزيته دخلته هزيته للمسجد في مدينه ميلان ولا في نابولي في ايطاليا. امام المسجد ايطالي، الشيخ ياسين. الشيخ ياسين هذا وصل عمره 35 سنة، دخل الإسلام وحده من عند ربي. شوف أنت معناها إنسان عايش 35 عام، جده مسيحي وأمه مسيحية وأبوه وأصحابه كل عائلته فاميلته كل مسيحي، من عند الله سبحانه وتعالى دخل بهداية من الله. طردوه دارهم الدار، مشى للسعودية قرأ 9 سنوات. كي دخل معناها الإسلام جاء كون مسجد، فهمت؟ جمعية إسلامية. الشخص ضايع. انا كي قابلته مباشره قلت انت عندي انا بنا بالنفس اللي انا حسب مريتك انا خير من شمال افريقيا، خير من 3 دول العربيه. الشخص هذاك عندي انا خير من 3 دول العربيه. يوميا الناس يدخل فيها لايطاليا للاسلام، يوميا يطلعي يوميا كي يصلي صلاه الجنازه ولا يصلي صلاه الجمعه يخطبها باللغه الايطاليه. يهبطوا عائله كامله بيسمعوا فيها في العماره، عائله كامله يهبط. تتلفت للعرب تلقاه يدخل لك للمسجد يصلي يشرب الحليب ويعاود ويزيد يقوم يزيد يشرب الحليب ويعاود. تلين يدخل المسجد ظل يبكي، صلي ظل قاعد في المسجد ظل يبكي، يصلي بجنبك خاشع يبكي اصلا. والاخر العرب تلقاه عملوا له الاوراق، يحكي على الاوراق عملوا له ما عملولوش. مخه فارغ، العربي ديما ما ضعيف على الاخر، مهما تكون الديانه نتاعو مهما تكون الثقافه ضعيف، ايمانه ضعيف لدرجه كبيره. هما كفار عن جهاله، هو كافر عن جهاله، ما وصلش ليه الدين. أقل حاجة تهديله هدية يدخل للدين وحده. صحيح. المهم تعامله معاملة بسيطة. صحيح. هزيناه خلص يا سيدة ضي، سميناه ياسين، وشهد في المسجد، علمناه الوضوء وشهد وصلى معنا صلاة الجمعة. لحمي شوك، كبرنا احنا وهو دخلنا الإسلام. بقى أسبوع معناها هو ما يعرفش اللغة الإنجليزية باش يعطوها، يتكلم الإنجليزية ويتكلم اللغة الغانية بتاعتها ماهوش قاري. أنا ما عندكش باش تعطيه كتاب تفهم. صليت بها أنا شهر جميع الصلوات كلها بالجهر. بعد شهر حفظ الصلاة وحده، يقرأ الفاتحة، يقرأ قل هو الله أحد. أنا تلقائيا ولا يدور على العرب اش بيك ماكش تصلي. ايطالي صلى معانا في نابولي، يجي من شيشيليا 400 كيلومتر يركب يوم الجمعه من الصباح باش يجي غادي يصلي صلاه الجمعه. العربي تو لهناك تقول له امشي للمسجد لهنا، معناها كيلومتر ولا كيلومتر ما يمشيش. 500 كيلومتر يركب ويجي دخل وضوء ايطاليا. انا حسب ما ريت انا من عند ربي والعلم لله وعند ربي.
أرض نازل عليها البركة من عند ربي سبحانه وتعالى. آلاف الناس يومين يدخلوا الإسلام. آلاف. إيطاليا، ألمانيا، إنجلترا، هذا ما ثلاثة دول اللي مبشرين إن شاء الله. ثلاثة دول العظمى يدخل فيها من الإسلام بكثافة بكثافة لا تحصى ولا تعد. مخيق. بالنسبة لإسبانيا، اليونان، فرنسا، هذوما ثلاثة دول ملحدين، دول يضربوا الإسلام بدرجة بدرجة قانونيا إداريا مهما يقول مهما يقول. كملت من إيطاليا دخلت لفرنسا، دخلت لفرنسا من العالم خاصة أغلبية من المغرب العربي. فساد فساد فساد. واقع أكلمك لا أسمع، أنا نتكلم فيك بصراحة، وخاصة المغاربة والتونس لدرجة دع الفساد لا يحصى ولا يعد. أنا نتكلم فيك أنا تونسي مش نكذب عليك. نساي عموة عراية تماما في البحر، تأخذ لك اليهود، تأخذ المسيحي، أعطاها الفلوس بس. أشكون أفضل نساء في العالم العربي؟ هم نساء بتاع الجزائر. خمسة لاعبين في الفريق القومي الفرنسي من البلاد الأوروبية، خمسة لاعبين دخلوا الإسلام. تأخذ جزائري دخلوا الإسلام، الجزائري كي تأخذ واحد كريستيان دخلوا الإسلام. التونسية ولا المغربية ولا اللبنانية ولا السورية تأخذوا مقابل المال، عنده فلوس كبير صغير، المهم أعطاها الكسر بس مش تعيشها في رافع. لأن ضمن المستعمرات الفرنسية، وفرنسا أكبر دولة تضرب الإسلام هي فرنسا أكثر من إسرائيل. لأن شوف أنت المستعمرات الفرنسية كل سوريا لبنان تونس المغرب الجزائر كل هذوما مثلا دول علمانية ودول معناها ممنوع فيها الحجاب ودول فيها فساد بصفة عامة، فهمتها؟ الدول اللي مستعمرتها من بريطانيا وكل عندهم الحجاب. فرنسا أكبر دولة جرثومة في الكون اللي هي تضرب الإسلام أشد منها. خرجنا من فرنسا، خرجت من فرنسا ودخلت بلجيكا. تصديقا لكلامه يعني الشيخ، يعني هاي البيئات اللي راح نشوفها الآن يعني كلها دليل على كلام الشيخ. لا أنا تجربة وربي سبحانه وتعالى أعطيني أنا من عند ربي. مع ذلك قاعدة احفظوها، كلما ازداد الضغط على الإسلام في مكان على المسلمين كلما زاد إقباله. إقباله من هموم أنا عند الله سبحانه وتعالى يدخل طوحا وحد. دخلت بلجيكا راسي ركب فيش، صدقوني أقسم بالله العلي العظيم. مع أن معظمهم مسلمين، معظم بلجيكا مسلمين. تعرف أكثريتهم هم مغاربة. أنا مانيش معناها نقذف، أنا نتكلم ربي شاهد علي، أنا نتكلم فيكم بكل طلاق. أنا أستمر. وكان تعطيني وكان تعطيني تعرف حتى 2000 أورو وتقول لي كول الجيفة وإلا كول، والله لا نحب حتى واحد يعمل علي إنسان. ربي سبحانه وتعالى فتح علي الحمد لله. ما تحبش حتى إنسان يعمل علي إنسان وما حاجتيش لا ناخذ بنتك ولا تدللني ولا ما حاجتي بشيء. دخلت بلجيكا لقيت الناس متحجب، لقيت الناس مقاوم، لقيت الناس متحجب. قلت سبحان الله العظيم لا حاجة درجة كبيرة في الإيمان. نلقاها سيدي تعرف ما نحكوش على الإنسان المدمن الخمر ولا الإنسان اللي ما عندوش لحية ولا، نلقاها من كل مربين اللحية. أستغفر الله العظيم يبدأ يعمل اللحية، أستغفر الله. صليت ظهر، صلي ظهر، أصلي ظهر حاضر، توضأ يمشي يسرق، يهز من المجمع شيخ لحيته أصدقني يمشي. أنا معي ولاد صاحبي ياسر مغربي يسكن يمشي يخدم معاه، يمشي يسرق معاه، يهزوا الشيوخ ويمشوا سيدي يخلعوا دار الناس. هذا اللي خبرتكم عنه. يسرقوا العلالش، صدقني يسرقوا مش العويز، يسرقوا العلالش ويبيعوا ويقولوا نعملوا بيعوا بألفين بثلاثة آلاف أورو، يقولوا انطهروه، يعملوا قصعة نتاع كسكسي يهزوها للسونتر معناها إسلامي يقول يهزوها للمسجد. تالي نحكي لك بالمعناه القمة نتاع أودي حتى قبل بني إسرائيل ما عندوش. أستغفر الله العظيم وتقع عقل لحي. أنت تجي تسلم عليه وقول لك أكبرك أكبرك هذه متاع الرسول. هذول التكفيريين هذول يستحلوا الغنائم. أيوة الغنيمة، أي حاجة يقول لك عليها غنيمة، يسرق لعشاء فين صار يصلي غنيمة حرب. شيخ سامحني تحتاج الصوت، هو في صوت شوية لكن إذا تحب يعني مش مشكلة على أي حال. بس طبعا أنا يعني ما لا نستطيع أن نرى كل شيء، لكن هذا مثلا إسلام بالجملة، إسلام أخين مثلا أسلموا في نفس الساعة. الآن لو تروا هذين الأخين الخوين الآن كل واحد لحيته رسلته كذا، صلاة في المسجد وتعليم، شيء غير طبيعي، شيء سبحان الله غير طبيعي. سلمان و شوف إذا كان في صوت شيء
في صوت بس صوت ضعيف شويه لكن لا اذا ما تمشي شوف الناجي وين يعني يرفعونه هو ناجي بس وين العب على اليمين على في لا مش هذا خلاص لك هو اضرب مركب لا هو لك هو ماكس على اي حال على اي حال مش مشكله هذا على اكتم خلاص هذا ما ينفع له سماعات خارجيه لكن المقصد انا ضربت هذا مثل اوريكم مجموعه الان واحد ورا الثاني ما نستطيع ان نقعد نتفرج عليهم كلهم لانه كثير يعني انتم بعدين خذوا الصفحه وجهوا هذه اخت عمرها 14 سنه هذه اخت المانيه انا سمراء يعني ظاهر جدادها وكنت في ذلك الوقت قد اجريت عمليتين في الحلق في الحبال الصوتيه ممنوع اتكلم سنه كامله تخيل هذه المراه دخلت الاسلام بالكتاب قعدت تكتب لها بالكتاب اكتب لها ثم نطقت الشهادتين كتاب كتبت لها بالعربي كذا باللغه اللاتينيه يعني بس بالعربي اشهد ان لا اله الا الله ونطقت الشهادتين شوفوا بعدين انتم براحتكم في البيت اختي الان ما شاء الله التزامها غير طبيعي حاجه داعي الى الله سبحانه وتعالى كم سنه عمرها؟ 14 سنة لو كانت لسبقك بها عكاش هذا الأخ شفتوا هذا؟ ياسك هذا جننني هذا 14 يوم كل يوم 8 ساعات لحد ما نطق بال أسئلة كثيرة يعني 14 يوم جدال 14 يوم 8 ساعات في اليوم برنامج رسمي قلت له الشيخ انت كي يدخل لاي شيء انسان في المانيا نعم يهودي مش المسيح نعم. يهودي نعم ويدخل الاسلام تاخذ عليه مقابل الاسم بتاعه معناه مبلغ مالي بلجيكا يقول له تدفع 55 اورو باش يبقى يقول لك اسمك عربي طبعا هذه شايفينها هذه عمرها 11 سنه عمرها 11 او 12 سنه فرانسيسكا دخلت الاسلام والان ما شاء الله حجاب والتزام في غير طبيعي هذا اخ اسباني كل واحد منهم ينجي هذا مهندس اسباني يدخل في كل عام لا اعرف المانيا 20000 حوالي 20000 كل منهم يتزوج وينجب اطفالا كم سيكونون بعد 10 سنوات بعد 20 سنه كم سيكونون بعد 200 سنه نحن نقول والعدد اكبر من ذلك كثير يدخل في المانيا الان حسب هذا يهودي دخل الإسلام عندي في المسجد في رمضان مهندس طبعاً في كل هذه اللقطات أنتم تشوفوها في البيت وأن تكون الشهادة العربية والألمانية ومنهم من يغير اسمه ومنهم من يغير خلفه هذا الشيخ عاد القرني دكتور عاد القرني ودخلت أخت روسية في الإسلام لما كان عندي في المسجد أنطقها هو الشهادة بالعربي وأنا بالألمانية. قاعد عندي شهرين في المسجد. ما شاء الله. إيش يا قل لك فيه ولا كيف صار؟ أنا بديت وقت أخذ دخل الإسلام. عم بيجي سياسة. الآن سيدي. هو بعد هاي حاجتين موجودة الظاهر قد ضعيف شوية هذول أبنائي اللي شوفوا رسمه هذا الشيخ عبد الله المصلح دكتور عبد الله المصلح عندي كذلك المسجد اسمح لي أنا أسمح لي ركبتي هذه بطل خلاص لا بطلت أسمح هذه الليلة نشهد إسلام فتاة ألمانية تريد أن ما في ناس ممكن يقعدوا ينشغلوا بأشياء ثانية خالص كيف تجلسوا بنت جنبكم وكذا واختلاط وحرب؟ اكتب في دين الله. الو شو اشتغل عليها احبابكم واخوانكم في هذا القصد انصرف الى فيلم ثاني ما لناش علاقه فيه. هذه اخت سبحان الله اخت ايناس 17 سنه عمرها ما شاء الله. ما شاء الله كيف دخل في الدين؟ أخت من الداعيات ما شاء الله. شيخ يا مدينة آخر هي اللي فيها كثير يعني ألمانيا والله احنا كل شيء مش عارف شفتوا هذه الأخت
شفتوا هذول اختين فيهم واحد برضه اسلموا، واحده 11 سنه عمرها رومانيه 11 سنه هذه المانيه اللي ما حبش وجهها يظهر رومانيه. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللي عليه من الان وعلى اله وصحبه اجمعين. 11 سنه ايوه 11 سنه ليس عندي رسول من هذا المقام الثاني عمره 17 سنه في الجيمناسيوم الثانويه يتجلى فيه واضح هذا لسه عم نزل على الصفحه عند الاف يوتيوب ويظهر على كل مدة شاء من شاء وأبى من أبى ولا يحضرني إلا أن أتلو تلك الآيات. الله يجزاك خير. طريق الجدة اللي دخلت الإسلام أكبر امرأة 73 سنة. الله تعالى سورة الفتح 73 سنة مع خمس مقابلات. شيخ سمعت قصة عن الأنبياء لك 82 سنة. كبير أسلم غد من ذاك ما توفى. آه ما سمعت. أنا اللي أعرف واحد أك يعني المرأة اللي أسلمت هذه. أسلم بعدين بعد يوم توفى. أسلم اليوم غدا توفى. الجنازة كلها حضروها المسلمين يعني سمعوا أنه أسلم في المسجد يعني سمعوا به. الجنازة هم الجنازة تحمي يروحوا عشرة من الناس أو كل المسلمين جوا ما يعرفوهش يعني أصلاً. فالأسرة تاعوا بعدين قالوا هذا شيء غريب هذا ما عرفوش أصلاً ما عرفوش جو كلهم حضروا. قال هذا لازم لابد فيه سر هذا الدين هذا لابد ندرسوه حتى سلموا كلهم العائلة يا سبحان الله. سبب شو؟ هذا الضعف ضعف النت ممكن يكون شيخ ها؟ ممكن اللون هذاك أخضر لي أزرق مرات يكون وش نخش على يوتيوب بس على وريهم الجدة تتعجبوا على الجدة حبيبي انا عندي قائمه في المسجد هنا خمس سنوات لا ممكن هم لما يعرفوا احنا من النرويج يعني شويه احسن من شو ما في مثل امان طيب لا بس احيانا تاتي بعض الحالات كانوا يتزوجوا كله ويهرب وراه انا ريت بن شيكي خلي عنده ست اولاد ويهرب عليه رم كره واتخذ واحد من الجيري من الكاميرون عشان تاخذ عرب تزعلنا بكثير اليوم يا رجل انا عندي كله شويه تفائل شويه متفائل تفائل شويه بس باليوم الخير كيف هاك الحمد لله رب العالمين من دخلت وانت تحكي على الزواج في بالك ولا شفت سمعت حالك والله يمكن رابع مره تشبد على الزواج كنا الموضوع احنا كنا ساكتين اصلا يعني سلك 11 17 نخش اسلام وين يا هاني سوي احنا حتى 40 هي تحس نفسك بروح واحد حاضر جيب بس شوفي وانا انا جاهز بالتحصيل بس حصان على شوفوا الجدة العجيبة هذه وهذه اسمها واحدة هي أولادها وبنتها الله 73 سنة خير المحمد خير حتى المحمد مش عادي تخلص حاجة أنا أنقلكم إلى اليوم الثاني مباشرة اليوم الثاني مباشرة لأن هذه بعد 14 سنة لا لا هذه على طول سبحان الله بنتها أسلمت قبلها بنتها أسلمت بعدين في شهر رمضان ما شاء الله اسمع الآن
شو الموقف الآن؟ أنا عم أحكي كلام ظنت أنها لابد أن تردده كله. قاعد برعوبة حكي مع عبد الله. أما بعد فقد تحدثنا مع هذه السيدة الطيبة ذات 73 عاما، يعني 7 عقود وثلاثة سنوات وثلث العقد، تريد أن تدخل في دين الله كما يدخل الناس في دين الله أفواجا، عن قناعة تامة وعن حب، وتسأل الله أن يدخلها الجنة. قبل قليل قالت أنا أريد أن أدخل الجنة وأن أكون عند الله، تريد الخير لنفسها، فوجدت في الإسلام ملاذا لها بعد أن أسلمت ابنتها وأسلم حفيدها وابنة ابنتها حديثا صغيرة، فأرادت أن تلتحق بالجميع وأن تكون في أعداد الذين يدخلون في دين الله أفواجا، فقد أنار الإسلام قلبها بعد أن قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى، وها هي الآن تريد أن تدخل في الإسلام، فبإذن الله تعالى تنطق الشهادتين بالعربية وكذلك بالألمانية. سنبدأ باللغة الألمانية أولا، ثم بعد ذلك ننطق باللغة العربية حتى يتم هذا الأمر. Sie würden jetzt hinter mir einfach sagen, erstes Mal auf Deutsch, klar, dass wir bezeugen, dass es keinen wahrhaften Anspruch und Wunsch aus Allah gibt und dass Mohammed ist sein Gesandte, und auch das auf Arabisch, inshallah ta'ala. Wir würden anfangen auf Deutsch, bismillahirrahmanirrahim. Ich bezeuge hiermit, sagen Sie hinter mir, ja, Sie sagen jetzt hinter mir, ja. Genau, ich bezeuge hiermit, dass es keinen wahrhaften, dass es keinen Wahrhaft anzubetenden Gott, außer Allah gibt, und dass Muhammad, sein Gesandter ist. Dass Jesus auch sein Gesandter ist. Ashhadu Alla Ilaha Illa Allah Wa Ashhadu Anna Muhammadan Rasulu Allah Isa Jesus, Isa, Rasulu, Allah. شيخ نعم، قالت لي أرجوك تأتيني الآن. وهذا حفيدها وهذه ابنتها وهذه ابنتها التي دخلت في آخر رمضان في الإسلام. قالت لي أرجوك تيجي وأمك تشوف الإسلام. الآن كلهم عائلة مسلمة وهذا بعد شهر الإسلام. وقد ضاق الله سبحانه وتعالى وبدأوا يتعرفون على الدين وبدأ هذا الشاب الصغير وقد سموه ياسين الآن وليس اسمه كذلك. العيلة كلها. اسمع الآن ولد يشوفون على الإسلام ولد جنة. 10 سنوات عمره. اسمع ماذا يقول خلال يومين على الإسلام. أخذت أبنائي هي آد أحمد وهذا أيوب. أخذتهم قاعد عندهم طرفت بيناموا عندهم في البيت يومين يعلمهم القرآن ويعلمهم الصلاة. ورجعنا شوف إيش الولد يحكي عن الإسلام. يقول لهم أدخلوا الإسلام، أدخلوا الإسلام أفضل دين في الدنيا كلها، أدخلوا الإسلام. على الفطرة. على الفطرة ما قلت لهم شيء، أنا ما لقنتهم في الفطرة. يعني 4 مليون 5 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 م
هذا 4 فقط. المهم انتم تتابعون بعدين ان شاء الله. وعندنا المدرسه طبعا مدرسه تدخلوا تفرجوا على الاشياء ان شاء الله. عندي مجموعه اسمها المنهج في اسبانيا اسمعوها، سينزل على هذا الموقع حوالي 10,000 درس بالدروسي شغالين هناك فتره ان شاء الله. خلاص انتوا على حال خذوا الكارت موجود عليه رقم الصفحه ادخلوا سيارة. المهم كان في قصه الزواج اللي مش عارف شغاله والله اعلم. إذا قصيدة الزواج موجودة. يا شيخ الكل يقول يرد يروح على المدرسة. لا تكون نظام. ماشي. أنا قلت لهم يا شيخ قلت لهم لو يعني الشعب الألماني يعني يهديه الله للإسلام يعاود تولي الخلافة. تدخل خلافة خلافة ترجع لأن هتلر كان مبدأه يعني غلط يعني واحتل كل العالم يعني لو الألمان ما شفت عشت ألمانيا عام سنتين ونصف الألمان فيهم رجولة. الألمان لو دخل في الإسلام دخلت أوروبا كلها بالقوة أو بأي شيء يعني. عارف فرنسا هي اللي كانت سيدي قضاء قومي إن شاء الله. لا هذه عنده الحق فيها. فرنسا أخبى الدولة يا فرنسا عنده الحق. تركيا ما خلتهاش تدخل الإسلام يقعدوا يضربوا فيهم. أنا حضرت في منطقة شوفوا شيء من مسجد الوالي قال لهم انتخبوه بعد ما انتخبوه قال لهم ليه ما وافقهمش على المسجد. طب في حاجة شو كويسة شفتها في أي مكان؟ قالت السويد ما شاء الله، قالت ألمانيا، قالت إيطاليا. إيطاليا ألمانيا هذا ما فهم الإسلام كله. المهم انك مش كله بلجيكا كمان. فرنسا هو بس على فرنسا مش بلجيكا. الفرنسويه انا الاخ حكى عن واقع عاش فرنكوفون يعني. وش كيف جات؟ شو عندي فيها يوم انا هاي زرت الخير كله. انت طازج لسه؟ النرويج اكثر من بلجيكا واكثر منهم قاع. معناها تعال بكره احكي انا وياك. لكن فيها البراءة في تخزر للإنسان في الشارع. تتكلم عن النرويجيين. نروان الناس. نجم تنقفر عليه. إن شاء الله نجوزك نرويجي. إن شاء الله. نشوف البراءة على أصول. مش أنت عادل وفيوم عن فارس براءة اختراع. لا بس أنا أقول ده أنا أقول ده أنا والله العظيم أنا أقول ده من الحقيقة وكلمة الحق. الفراش من 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 فارسيا. من فارسيا. فرنسا الجزائر مشى له لفرنسا لليون جيت دخلت على ايطاليا مشى اخوه متزوج بوحده معناها فرنسويه مش نيتها تخدم معناها مديره بتاع اكبر مستشفى في ليون. اليوم معناها قد بلجيكا قد بلجيكا كان هي اكبر معناها اكبر شاده اكبر مستشفى هي المديره بتاعها.
هو يقمر ويشرب الخمر، وهي دخلت الاسلام هي تصلي صلاه الفجر يسرق لها في فلوس. هذا عندي موجوده في امان وما باش طلقها، قاعده هي قاعده تصلي وهي المديره، وكان جات عربيه والله كذا البنت عمها، وكان يسرق حدا في بيطور ولا ما طردوش بياتها قاعده مع تفهمت. كي كلمني هو انا قلت له شنو فوق عامل معاك الفاهي، قال لي باش تخليها تصلي، قال لي المراه بتاعها تصلي صلاه الفجر المسلم شاد المديره بتاع المستشفى، معناها الفرنسيس يدخل الاسلام والعرب هاربي. هاي يصيبها هاي يسمع راهو مخ بس في حالات اخرى. لا 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 مهما تكون المراه في اوروبا لهنا افضل من المراه العربيه. العربي طمع انا فاهم يا راجل، ما تاخذش لا يا راجل لا تطلق لا شيء، لا تاخذش الامور بس انا ادري شنو اللي بده انا قوس الناس انا بدي اعرف شويه. طيب يا شيخنا بس مش لهالدرجه، الناس الناس ليست سواسية يا شيخ. لا لا مهما تكون خلينا هو بيتكلم على العالم، لكن الحق اسمع انت لو كانت تتزوج من واحده عربيه بنته مروا علي 20 كنت شيء عم خالي فاهم انا ماخذ خالك، انت ماخذ بنت خالك، لو كانت جهه امها وتقولها شبيه وجهك اصفر برك تعرفت انت وياه تنكد عليها سيد نبز انت وياه في الريطه تعرفت انت وياه بس صحيح اقل كلمه هذا صحيح. تنكد عليها امها، تنكد عليها خالتها، تنكد عليها صحبتها واهلها. ودي انا عندي ممارسه انت ما تحكي على الفارس خلاص فارس مش عربيه وملهاش عربيه ولا فرنسيه تقعد تقعد في الحرب تقعد في الحرب. اسمع بس تحب تتباهى تحب تتزين تحب تلبس تحب تمشي لدارهم ما تمشيش عند دارهم، مشكله تربيه مشاكل وصول التربيه ما في تربيه القاوريه للمسيح الكريستيان هذه النصرانيه ماشي متاثره لها بتصرفاتك كانت تصرفات. انا بحكي عن نفسي تعبت فشلت 99% من تجربه